خلونا دلوقتي نروح لتقرير أخبار البيت الكبير، طبعا كل الأخبار المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل النجم الكبير كابتن ربيع ياسين في ضيافة البيت الكبير. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف الدكتور مهند مجدي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى غانا غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة ميدياما المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا. واصل المارد الأحمر تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران في إطار التجهيز الفني للمواجهة المقبلة. واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران. حقق فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على فريق سموحة بنتيجة 30-14 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري على صالة الشمس. حضر حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني وإبراهيم حسن مدير المنتخب مباراة السيراميكا كليوباترا والجونة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن مواجهات الجولة 13 للدوري الممتاز. جاء حضور حسام حسن للمباراة رغم تعرضه لوعكة صحية بعد حضوره لمباراة الزمالك والإسماعيلي أمس في نفس البطولة. توج المنتخب الفلسطيني الشقيق بلقب كأس الحرية بعد فوزه على نظيره الجنوب إفريقي للمحليين ضمن مبادرة كرة القدم من أجل الإنسانية، وشهد ملعب أثلون بمدينة كيب تاون حضور الآلاف من المشجعين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية. كما تواجد بالملعب رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم داني جوردان ونظيره الفلسطيني جبريل الرجوب. ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي والفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة وهما يرتديان الثوب السعودي احتفالا بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية. كما ظهر نجوم فريق الاتحاد السعودي أنغولو كانتي وفابينيو بالثوب العربي السعودي احتفالا بيوم التأسيس. أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم اليوم تعيين الكرواتي دراجان تالاييتش مدربا جديدا لمنتخب بلاده خلفا للأرجنتيني إخوان أنطونيو بيتزي. وذكر الاتحاد البحريني عبر حسابه الرسمي أن مجلس الإدارة عين تالاييتش بناء على توصية لجنة المنتخبات والتي أقرها مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الشيخ علي بن خليفة آل خليفة. أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بات قريبا من التوصل لاتفاق مع المدرب الكرواتي السويسري فلاديمير بيتكوفيتش من أجل الإشراف على منتخب محاربي الصحراء خلفا للمدرب جمال بالماضي. وذكرت التقارير أن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري موجود في سويسرا لحسم مسألة التعاقد مع المدرب السابق لنادي بوردو الفرنسي. تصدر نجمنا المصري محمد صلاح التشكيلة المثالية الرسمية للجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الأداء المميز الذي قدمه في ظهوره الأول مع فريق ليفربول أمام برينتفورد عقب تعافيه من الإصابة. واختار آلان شيرر التشكيلة المثالية للموقع الرسمي للبطولة بصفته أحد أساطير الكرة الإنجليزية وعلق قائلا: يا لها من عودة، هدف وتمريرة حاسمة من على مقاعد البدلاء، صلاح عاد بقوة. أكدت شبكة سكاي سبورتس الألمانية أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني بدأت بالفعل في البحث عن بديل جديد لتولي منصب المدير الفني خلفا للمدرب توماس توخيل، ووضعت على رأس قائمة المرشحين الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق والنرويجي أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية أندرياس بريما أحد أبرز نجوم منتخب الماكينات في تسعينيات القرن الماضي وصاحب هدف الفوز في نهائي كأس العالم 1990
عن عمر يناهز 63 عاما بعد إصابته بسكتة قلبية.